طيب بالنسبة لبقى موضوع أيضا مهم، هو مؤتمر صحفي للإعلان عن المدرب الأجنبي لمنتخب مصر. هنا بنتكلم بس للساق الواحدة، وكمان إعلان مصر استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. عشان نتابع مزيد من التفاصيل خلينا نروح للتقرير ده. إن شاء الله إحنا جايبين المدرب، إحنا أول مدرب أجنبي يجي لمنتخب مصر للساق الواحدة، وإحنا جايبين مدرب من تركيا وهيقعد معانا ان شاء الله. احنا متعاقدين معاه لبطوله افريقيا، وبطوله افريقيا هتتعمل في شهر 4/2024 هنا في مصر، ودي هتبقى اول بطوله تتعمل، بطوله افريقيا تتعمل في مصر للساق الواحده. وان شاء الله البطوله دي مؤهله لكاس العالم 2025، ان شاء الله نتاهل عن طريق البطوله دي باذن الله. النهارده يوم بالنسبه لنا فيري اكسايتنج جدا، لان حاجه جديده بتتعمل. الولاد لما لقينا ان هم عندهم طاقة ايجابية رهيبة ان هم عايزين يثبتوا نفسهم بأي طريقة، فاحنا حاولنا ان احنا نبتدي الموضوع from scratch وبطريقة صح وعلمية وتبقى الموضوع ما فيهوش غلطة. فقررنا ان احنا نجيب مدرب من ذوي الإعاقة برضو ذو ساق واحدة من تركيا يدربهم عشان منتخب مصر، عشان البطولات كلها اللي جاية هندخل فيها ان شاء الله. فهو بيبتدي معاهم from zero، وبصراحة عامل مجهود رهيب جدا، وإن شاء الله اللي أنا شايفاه إن إحنا هنحقق حاجات كويسة جدا معاه. كواليس كتير وأحداث كتير، بس أهمها إن إحنا عندنا حدث كبير، إن يعتبر يعني إحنا بنجيب مدرب أجنبي لمنتخب مصر كرة القدم للساق الواحدة، حدث كبير جدا، حدث هيدي ثقل كبير للعبة كرة القدم للساق الواحدة في مصر، لأن تركيا هو المدرب تركي مستر إيفران أويانيك. تركيا ليها باع كبير جدا في رياضة كرة القدم للساق الواحدة في مصر ويمكن في العالم قصدي، وهم من الناس أبطال العالم في اللعبة، فكانت خطوة مميزة جدا. حابب أشكر فيها الأستاذ محمد عادل حسني والأستاذة سارة سمير رؤساء اللجنة لكرة القدم للساق الواحدة تحت مظلة اللجنة البرلمانية. حابب برضو أوجه شكر كبير للجنة البرلمانية المصرية على دعمها ومساندتها للجنة كرة القدم للساق الواحدة في مصر. أحداث كتير، وكمان مش بس احنا بنتكلم على ان احنا جبنا مدرب أجنبي، لا ده احنا كمان بنعلن ان احنا بنستضيف بطولة كاس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة في مصر كحدث رئيسي وحدث كبير جدا، وهتكون كمان مؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026 ان شاء الله. خدنا قرار كويس ان احنا نجيب مدرب اجنبي، وبالمناسبه هو تركي. وليه تركي؟ لان تركيا هي اكبر بلد في العالم عندها دوري في اللعبه بتاعتنا كره القدم بالساق الواحده، عندهم دوري مكون من 4 اقسام. حتى كمان الكابتن بتاع المنتخب عندنا هو اوريدي محترف في الدوري التركي من 4 أو 5 سنين. اخترنا مدرب على اعلى مستوى، راجل عنده سي في كويس، لان هو كمان كان مساعد مدرب منتخب تركيا اللي هو بطل العالم. ودي كانت حاجه خطوه كويسه جدا، يعني اتمنى انها تنجح ان شاء الله التجربه. يعني مصر ملي تاكما تشوك استيكلي، طبعا شايف ان منتخب مصر فريق عازم وفريق طموح يقدر يحقق كل اللي شايفه قدام، وعشان كده هو جاي بيشتغل مع منتخب مصر. اول حاجه بيحب يقول ان شاء الله في بطوله، يعني الفتره اللي جايه بطوله غانا تمام، دي هيروحها تمام، وهيبقى فيه كاختبار لينا، وهيعمل شويه في النواقص اللي ناقصانا عشان هتبقى تحضير للبطوله بتاعت افريقيا اللي جايه باذن الله اللي هتتعقد في مصر. وهو طبعا هدفه اللي يبقى ياخد البطوله، بس الهدف الاهم من البطوله اللي هو ياخد المركز الاول، ياخد يصعد من ضمن الاربع المراكز عشان يطلع يصعد كاس العالم باذن الله.